بون السلام عليكم. انا راه متواجدين في اليوم الاول من انطلاق حمله التلقيح على مستوى بلديه شيشان. العمليه هذه تمت تحت رعايه مديريه الصحه والسكان لولايه تي بلازا بالتنسيق مع المؤسسه العموميه للصحه الجواريه بشيشان. بعد ما كنا بدينا التلقيح في قاعات العيادات والعيادات المدعمه الخدمات، الان انطلقنا في مرحله اخرى وهي يعني العمليه على مستوى عمليه التلقيح على مستوى الصحه العموميه. اذا هذا اليوم الاول يعني المنطلق في 10 جوان 2021 اليوم الاول من هذه الحمله. الحمله تبقى متواصله على طول السنه. هناك اقبال كبير من طرف المواطنين على عمليه التلقيح، ونتمناو من هذا المنبر نقولهم بلي بيبان مفتوحين سواء على مستوى العيادات والقاعات العلاج او على مستوى العياده المتنقله المتواجده على مستوى الساحه العموميه لبلديه شرشان.